رحيم المبادرة هذه قمنا بها وطونك حنا كحنا دي زارتيست وبغينا الفنانين في هذا من الكورونا اللي هنا بغينا نفرحوا واحد الفئه تاع الاطفال، فئه تاع المناطق ديال كيما راهم يهضروا المحرومه هذاك. وكنت حنا كنا فيها انايا كاين سفيان العيشي، انا متحدث النصر العربي كان سفيان العيشي ونادر القندوري تيزي وزو اللي نحيوه ثانيك. كان عندنا مشروع خيري كذا، ومن بعد مع كورونا كاع تحبس كلش، باسكو دوكا رانا شويه ليبر. خممنا نديروا هذا المشروع ان تشالنج، التحدي هذا باش اوموا يكون. حنا قلنا معليش اوموا نوصلوا ما بين 50,000 اونفون نلبسوه ونديروا له التروسو تاعو كلش اللي نيسيسير بيدخل ليكون ان شاء الله. و اوطون كو الفنان تاعنا المعروفين معروفين ديجا، رانا بدينا نسجلوا، بدات التسجيلات كما شفتوا في التسجيلات، مازالوا دي شونتور ودخرين دي زارتيس ودخرين يجوا ان شاء الله، واسماء معروفه ان شاء الله. كما ذكركم شفتوا كاين كريمه الصغيره، كاين زينو، كاين سامي العاصمي، كاين شاعو، كاين دي زارتيس ودخرين بزاف. الزهوانية تكون إن شاء الله، الزهوانية واسم هو اللي بشنات. سمعنا أنه الألبوم هذا راح يكون يعني فيها أغاني أغاني العاصمية وأيضا قبائلية. كاين أغاني قبائلية اللي راهي توجد إن شاء الله، وكاين في الغرب إن شاء الله، وكاين اللي هنا في أرجيل. هذا قاعد هنا يكون ألبوم كامل، وهذا الألبوم إن شاء الله كي نسوقوا بهذوك الدراهم إن شاء الله نعاونوا هذو الناس. علاش حنا لازم لنا هذه الهبه هذه باش الناس ولي زارتيس يجوا، اللي يبغي يساهم واللي يبغي يغني، المهم حاجه خيريه. يعني الان اللي يحب يساهم ولا يحب يشارك معكم في هذا الالبوم ما يقدر؟ ان شاء الله، مرحبا به ان شاء الله. مرحبا بيه. الان سمعنا بانه العنوان راح يكون البوم عمر الزاهي دار عميمر. دار عميمر، علاش خيرتوا هذا العنوان؟ ما خفاش عليك، اللي هنا في العاصمه معروف دار عميمر، معروف بالخير تاعو. عميمر كان يخدم الناس، يزوج الناس، يخدموا معاه، سيمد الدراهم، معروف بالخير تاعو. سي بور سا اللي درناها دار عميمر، تسمى باش تقول دار الخير قول دار عميمر. سي بور سا واحد كي تعرفوا بلي يدير الخير تنجم تقول دار فلان، دار في عميمر، باسكو دار عميمر تاع خير. الله يسلمك ان شاء الله. مساء الخير عليكم، معكم كريمه الصغيره. دونك انا راني فريمون فرحانه بهذا لو بروجي، باسكو حاجه يعني ما ندارتش بزاف، سي اون بروميير، نقدر نقول سي اون بروميير. ونشكر بزاف نصر ارابيكا، سفيان العيشي اللي اتصلوا بيا باش نكون يعني في هذا لو بروجي هذايا. ونقول لك مبادره جد وحسنه، فريمون صافي بليزير. وحنا رانا هنا لهاد الشيء هذا، يعني كي يكونوا مبادرات كيما هادو ماذا بينا يعيطوا لنا، اوني توجور لا. وش نقول، تحياتنا لكل الشعب الجزائري، وماذا بينا نترفدوا في بعضنا ونديروا اليد في اليد، واللي ما عندوش اللي عنده يرفد خوه، اللي ما عندوش. وهذه نحضر في ان كوفري اللي فيه pas mal de styles معناتها ماشي ستيل واحد، ماشي ستيل مالفين به كريمه، كاين راح يكون فيه اغاني بالفرنسيه، اغاني بالفصحى، يعني اغاني نقولوا ماهيش يعني سوقيه، ولا نقدروا نقولوا فنيه بوكو بلوس، ماشي يعني سي با كوميرسيال. دونك راح تكون حاجه جديده بالنسبه للجمهور، راح نشوفوا كريمه في حاجه جديده بلوس لو بروجي هذا اللي رانا فيه اليوم ان شاء الله، وربي يوفق الجميع. على كل حال، السلام عليكم، معكم سمير العصيبي. في هذه المبادره، هذه مبادره جد حسنه يعني هايله، واللي خمم عليها يعطيه الصحه ويعطيهم الصحه. ونشكر ثاني كاع جميع الفنانين والفنانات اللي حضروا معنا اليوم وحضروا يعني شاركوا في هذه المبادره، لانه هذه مبادره هايله توقف مع الفئه المحرومه، توقف مع اولادنا، توقف مع اولاد الشعب الجزائري، لانه هذه المبادره يعني ترفع فيها في المعنويات تاع الاطفال، وترفع المعنويات تاع يعني لي بارون تاع الاطفال هذوما، باش ما يحسوش روحهم انهم وحدهم في الدنيا. لا، باسكو على بالك واحد كونت يبير ان تي بو كيما يقولوا، يبير ان تي بو لو مورال، يبير ان تي بو ليسبوار، او كونترير حنا رانا هنا باش نعاودوا نغونفليو لهم
لهم المعنويات ونعطيو لهم دو ليسبوار في هذه الدنيا هذه، ونقول لهم باللي ما لازمش تحسوا روحكم انكم وحدكم، حنا رانا معاكم، رانا معاكم اليوم غدوه وغير غدوه طول الطون، باسكو حنا تاني عندنا اولاد وما لازمش ننساو باللي نقدروا نكونوا في بلاصتكم، باسكو قادر ممكن اليوم واحد لاباس به غدوه ربي كيما عطالو ينحيلو يقدر يكون في بلاصتو، ما لازمش ينسى هذا الامر، ما لازمش ينسى هذا الامر، ولازم يوقف مع هذه الفئه المحرومه، وحنا رانا هنا ودائما هنا ودائما معكم قلبا وماديا ومعنويا. الرحمن الرحيم. المبادره هذه البوم خيري واسمه دار عمير نسبه للشيخ عمر الزاهر ربي يرحمه ويوسع عليه. هذا الالبوم فيه باقه من الاغاني في مختلف الطبوع والانواع، فيه بمشاركه بزاف عده فنانين، خاطرش القائمة راهي مفتوحة، الفنانين راكو تشوفوا راهم ينضموا لينا، ماناش نعيطوا لهم، راهم هما يجوا سمعوا بالمبادرة راهم يلحقوا بالواحد. المداخيل هذا الألبوم رايحين يروحوا أدوات كراطب كاع واش يلزم طفل باش يدخل يقرا، هذا هو وسيت إن شاء الله نطلقناه باش نلبسوا 50,000 طفل. بون الفكره فكره الاخ ناصر ارابيكا نادر قندولي وصفيان العايشي، خممنا نديروا حاجه باش في الكونفينمون هذا الحاله راهي صعيبه، وحبينا يكون روغروبمون تاع فنانين باش الفنانين يوصل الصوت تاعو بهذه المبادره. الفنان كي يحب يقول حاجه يقولها باكسيون، ونا في هذا الاكسيون والحمد لله راه معنا رياضيين، راه معنا ممثلين، راه معنا بزاف ناس يعني بداو. والله شوف منش عندنا كيما اسمه محمود الممثل محمود لعب شارك، عندنا مراد خان، عندنا شني كان معنا البارح حاضر هنا في الاستوديو، سمير عبدون، يعني بزاف أرمادة من الممثلين مساندينا. كاين الجوار من شباب الوزداد مولودية الجزائر، يعني بزاف رانا دايرين اون باج اوفيسيال تاع المشروع هذا، حتشوفوا لي فيديو حنطلقوهم غدوه ان شاء الله ولا غير غدوه، حيكونوا لي فيديو تاع كاع هاد الناس اللي بعثوا لنا وساندونا في هذا المشروع هذا. ومعنا ثاني اعلاميين كيما انتم راكو هنا كدو راكو معنا ان شاء الله في دار عمير مرسيت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ينجح ان شاء الله. عجبتني المبادره هذه تاع دار عمير، انا البوم خيري اللي باش ندعموا به ان شاء الله دراري اللي محتاجين وكذا الادوات المدرسيه واللوازم هذوك، وما دابينا يعني شغل اللي ينضمنوا معنا فنانين وربي يوفقنا ان شاء الله باش نلحقوا 50,000 طفل يقرا ونقراو كاع ان شاء الله. ان شاء الله كاش عندك جديده كيف تطرحوا؟ بيان سور يعني كاين جديد ان شاء الله مر هذه المبادره ان شاء الله راح يخرج جديد. السلام عليكم، تحيه من عند الشاب زينو لكل مشاهدين القناه الانوان. رانا هنا اليوم رانا في استوديو ارابيكا كما راكم تشوفوا، رانا في صدد انتاج مشروع خيري، يعني نعاود نقول مشروع خيري 100%، ومشي غير مع الشاب زينو، راهو فيه عدد كبير 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 من الفنانين الجزائريين المعروفين ومشي معروفين. المشروع تاعنا هذا انه نوجدوا البوم فيه 7 و8 اغاني، الله يعلم مانيش متاكد، يا 7 و8 اغاني في كل طبوع، يعني قبائليه عاصميه، فيه الوهراني، فيه الراي، وفيه زوج ولا ثلاثه اغاني ثاني عالميه ثاني. المشروع هذا انه المبيعات تاع الالبوم هذا، يعني نعاودها المبيعات، يعني مطلوب من الشعب الجزائري كامل يعاوننا انه يروح يشري السيدي، يروح يشري السيدي، لانه المبيعات راح يروحوا للاطفال المعوزين في كامل التراب الوطني. احنا لو ديفي تاعنا ان نديروا مستلزمات، نشريوا مستلزمات دخول المدرسي كامله من المحفظه لللباس ل 50,000 تلميذ عبر كامل التراب الوطني. والناس اللي راهم واقفين هذا نشكروهم، كاتب الكلمات والملحن سفيان العايشي اللي معروف، ولي دو بروديكتور اللي نحييوهم تما، هما اللي راح يديروا الكوتوسكي تكنيك في 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 المشروع هذا، ناصر ارابيكا اللي رانا في الاستوديو تاعو اللي معروف، ونادير قندولي
هادو زوج دو بروديكتور نشكروهم، هما اصحاب المشروع اصحاب الفكره. ونشكر ثاني كل الفنانين، لانه الفنانين قالوا على التليفون جينا كاع نجريو، ولي زارونجور ولي ميوزيسيان ولي تكنيسيان على المشروع هذا، لانه مشروع نتمنى ونتمنى احنا كفنانين انه هذا المشروع ينجح. انا واحد من الناس، انا واحد كازينو راني كومونديت 100 نسيدي، راني كومونديت 100 نسيدي نخلصها من جيبي ونفرقها يعني غراتويتمون لولاد الحومه تاعي ولا الاصدقاء تاعي. ونتمنى غير كل جزائري يشري سيدي، فقط سيدي راح يكون 100 دينار ولا 120 دينار، على بالنا الامور الماديه شويه راهي ماشي مليحه مع جائحه كورونا، بصح معليش حنا الهدف تاعنا راهو خيري 100%. والناس اللي راهو واقفين على المشروع هذا راهي النيه تاعهم صادقه، والفنانين اللي يسمع مام اللي مش معروض راهو قال لهم حطوني نشارك، يعني هذه معلومه راهي متاكد منها 2000%. وان شاء الله تنجح هذا المشروع، ونطلب من الجزائريين تعاونونا في المشروع هذا، لانه كل الاموال راح تروح لموليها ان شاء الله. والله معك ما مخفالكش، مع جائحة كورونا هذه اللي قاست العالم كامل مش غير الجزائر، كاين فنانين خدموا عبر يوتيوب عبر شبكة التواصل الاجتماعي، كل واحد كيفاش خدم. أنا واحد من الفنانين ما قدرتش نخدم، يعني نفسيا ما قدرتش على المرض الموت الستريس هذاك ما قدرتش. نوعد الجمهور تاع زينو انه ان شاء الله سنه 2021 يكون البوم ماشي سينجل، البوم اللي راح يتسجل. ديجا كانوا اربع اغاني واجدين كنت راح نسجلهم في شهر افريل، روبورتيناها عملنا على 15 يوم 20 يوم على الاكثر ندخلوا الاستديو نبداو نوجدوا، ويكونوا اربع اغاني واحد اخرين مشروع انه يكونوا فيه دي ديو افيك دي ستار مغربيين من المغرب العربي. راني مع المناجر تاعي، انا في اتصالات مع كثير من الفنانين، وان شاء الله ربي يوفقنا ونحطه في امر الواقع. كاع النجوم المعنيين يعني اتصلوا بيا، عليا شرف كبير الحمد لله، كنت من الفنانين يعني يعرفوني ويعرفوا لافواس كل في الحمد لله. الهدف تاعو يعني انتاج البوم الشيخ عمر زين ربي يرحمه، دار عمر المداخل تاع الالبوم هذا حتكون الفقراء والمساكين، اطفال الفقراء والمساكين باش لوازم المدرسيه باش يقراو كاع ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله تكون المبادره هذه مليحه والفنانين كاع يكونوا بقوه وان شاء الله نلحقوا الهدف ان شاء الله. نعم معكم يحيى بالمختار، استناونا الالبوم ان شاء الله عن قريب، وكليب ان شاء الله عندي سينجل ثاني عن كليب عن قريب ان شاء الله. ما تتلق لوب ما تتلق لوب لا في دانو كاوزا والدنيا بنتتنا، ما تتلق لوب عشقنا في ذنوب ساحة الروح في طريق الملعون مشيتنا، ما تتلق